وبركاته. Welcome my dear students, great woman language schools. Math is fun. Hi, شيماء سعيد. Our lesson today is general exercises on unit 1. Complete each of the following. The smallest two-digit number is. سؤال بيتكرر كتير في سنة أولى في الترم الثاني، يا ترى أصغر عدد مكون من رقمين هو إيه؟ طبعا لازم الأول أكون بأكد تماما على مفهوم كلمة the smallest عند طالب سنة أولى ابتدائي، لازم يبقى عارف كويس قوي الفرق بين كلمة smallest و greatest، لأن دي بيتكرر معاه كتير. smallest معناها الأصغر و greatest معناها الأكبر. طب نيجي لحاجة تانية موجودة في نفس السؤال، two digit معناها إيه؟ معناها إيه two digit number؟ معناها عدد مكون من رقمين. هو هنا عايز ايه؟ عايز اصغر عدد مكون من رقمين، يا ترى هو ايه؟ excellent 10. the smallest two digit number is 10. the greatest two digit number is قلنا نأكد معي على ان smallest يعني الاصغر و greatest يعني الاكبر. طب انا عايز اسمع الطلبة الشطار، مين يقول لي ال greatest two digit number مين؟ مين أكبر عدد من رقمين؟ مين يقولي أكبر عدد من رقمين إيه هو؟ Well done 99. The greatest two digit number is 99. The number just after 19 is. وخلينا كمان نركز على إن كلمة just after معناها التالي مباشرة، يعني العدد اللي بعده على طول. 19 بعدها على طول ايه؟ just after معناها العدد اللي بعد 19 على طول. مين العدد اللي بعد 19 على طول؟ excellent 20. the number just before يعني ايه just before؟ يعني السابق له مباشرة، يعني اللي قبله على طول. مين اللي قبل ال 40 على طول؟ who can tell me؟ well done 39. كمان في نقطة مهمة حابة أركز عليها، درس الـ value والـ place value. بما إننا النهاردة بنتكلم في general exercises عن unit 1، يعني هنراجع الوحدة الأولى كلها. الـ value اللي هي قيمة العدد، قيمة العدد بالأرقام، الـ value اللي هي قيمة العدد. لو العدد ده موجود في الـ units قيمته بتبقى زي ما هي، لو موجود في الـ tens أنا بزود قدامه الزيرو مكان حالة الـ units وبكتب الرقم اللي موجود في الـ tens. لكن الـ place value بيسألني عن القيمة المكانية للعدد، يعني البيت اللي ساكن فيه العدد، يعني الخانة بتاعة العدد. هنا في السؤال ده الـ value اللي بديجيت 6، يا ترى 6 فين؟ اهي 6، وانا حتى بقرأ العدد بقول 68، يبقى الـ value بتاعتها زي ما قرأتها، انا قرأتها 60 يبقى الـ value بتاعتها 60. طيب the place value of the digit 6 in 68 is. place value اللي هي القيمة المكانية، القيمة المكانية لل 6 هنا فين؟ ال units ولا ال tens؟ لا، ال 8 هي اللي في ال units وال 6 اللي هو بيسأل عنها موجودة فين؟ في ال tens. complete each of the following. 20 plus 40 سهلة جدا وبسيطة جدا. أنا عندي 0 في اليونتس بليس و 0 في اليونتس بليس، يبقى 0 plus 0 equals 0 in units place. بجمع اليونتس على اليونتس، الزيرو مع الزيرو هيديني 0 في اليونتس، ال 2 وال 4 هيدوني 6 في التنس، يبقى الناتج 60. 23 equals. هنا عايزني اقسم بقى العدد اللي قدامي موجود في مين في اليونتس ومين في التنس. انا الصراحة ما بحبش كلمة الرقم اللي بيجي الاول اكتبه في هنا واللي يجي في التاني اكتبه بعديه،
ما علمش ابدا انا الطالب بحته اللي يجي في الاول واللي يجي في الاخر، لان ده معناه ان هو حافظ مش فاهم. لا، لازم الطالب يبقى فاهم تماما يعني ايه يونتس ويعني ايه تنس ومكان العدد فين، لان السؤال ممكن يجيله بشكل تاني. انا ممكن احط كلمة التنس الاول وبعديها اليونتس، ساعتها لو انا محفظه بطريقة معينة هو مش هيعرف يتصرف. زي بالظبط لما اقول له روح المكان الفلاني اللي موجود عند السحابة. طب وهي السحابة دي ثابتة هنا، ما السحابة ممكن تتغير من هنا وتروح مكان تاني. لا، انا افهمه المفهوم مظبوط وعرفه المكان مظبوط، ما اقولوش حط الرقم الاولاني هنا حط الرقم التاني دي، انا ما بشجعهاش خالص. 23 23 23، يبقى ال 3 اللي هي نطقناها زي ما هي كده اللي موجودة عندي على اليمين هنا، هي دي اللي في اليونتس. اول رقم عندنا اللي في اليونتس قيمتها 3 زي ما هي، وبكتبها في اليونتس. ده مكانها، ده بيت اليونتس، واللي جنبه ده بيت التنس. التو موجودة في خانة التنس، يبقى التو موجودة عند التنس، يبقى نكتب التو عند التنس. انا عندي اللي 3 هنا هي اللي في اليونتس، والتو هي اللي في التنس. طيب شوف 50 plus، which number equals 90؟ عشان اعرف دي بسهولة اقول 90 minus 50 واعرف ايه اللي مطلوب. 90 minus 50 هتديني 40. طيب انا عايزة كمان طريقة اسهل، طريقة اسهل. انا عندي 0 هنا في اليونتس و 0 في اليونتس، هيبقى 0 في اليونتس. طب يا ترى ال 5 plus مين يديني 9؟ 5 plus 4، لو عديت لأعلى بعد ال 5 لحد ما اوصل لل 9 هعد 4 fingers، يبقى انا عندي كده 50 plus 40 equals 90. طيب 3 tenths plus 6 units، 3 tenths plus 6 units، 36. excellent، خلاص احنا عرفنا ان اليونتس اللي هي اليو موجودة هنا والتنس موجودة هنا. 7 units plus 2 tenths، 7 units plus 2 tenths، اللي هيقولي 72 هقول له لازم تراجع تاني طبعا، لان هو بيقول 2 tenths ويقول 7 units. هتقولي دي جت في الاول بكتبها هنا على طول. لا، مفيش حاجة اسمها جت في الاول وجت في الاخر، كل واحدة بتتكتب في مكانها مظبوط. ال 7 موجودة في اليونتس، يبقى تتكتب في مكانها في اليونتس هنا. 2 موجودة في التنس، تتكتب في مكانها، يبقى العدد على بعضه 27. The smallest number formed from the two digits 4 and 9. هو مديني رقمين 4 و 9 وعايزني اكون منهم الـ smallest number. اتفقنا ان انا لازم اكد معاه على ان كلمة smallest معناها الاصغر. عايزني اكون اصغر عدد من الرقمين دول اللي هما الـ 4 والـ 9. هاخد اصغر واحد فيهم واحطه في خانة التنس واحط التاني في اليونتس. اصغر واحد في الـ 4 والـ 9 هو الـ 4، يبقى نحط الـ 4 في التنس ونحط الـ 9 في اليونتس، يبقى الناتج 49. The greatest number formed from two digits 8 and 2 is. هنا greatest مش smallest، greatest يعني أكبر. formed from two digits 8 و 2، مديني رقمين اللي هما الـ 8 و 2 وعايزني أكون منهم أكبر عدد. طبعا هحط الكبير فيهم في التنس وأحط الصغير في اليونتس. الكبير فيهم هو الـ 8، هنحط الـ 8 في التنس ونحط الـ 2 في اليونتس، يبقى العدد هو 82. complete in the same pattern، اكمل بنفس التسلسل. 4 6 8، اوكي اكسلنت. 10 add 2، كل مره بنزود 2. 10 plus 2 12 12 plus 2 14. after that 10 8 6، add 2 or subtract 2، decrease بتنقص، يبقى ايه؟ subtract 2. 10 minus 2 equals 8، 8 minus 2 equals 6، 6 minus 2 equals 4، 4 minus 2 equals 2، 2 minus 2 equals 0. 10 30 50. well done. add 20، نزود 20.
70 90. After that arrange in an ascending order. Ascending order يعني ايه؟ يعني from the smallest to the greatest, يعني ترتيب تصاعدي. The first letter in alphabetic A. Ascending يبقى from the smallest to the greatest, الصغير الكبير. 40 35 80 0 53 9. دول الاعداد اللي احنا عايزين نرتبهم ascending من الصغير للكبير. طبعا انا في عندي هنا اعداد مكونه من رقم واحد, في مكونه من رقمين, فده برتب ascending من الصغير للكبير, يبقى هبدا من المكونين من رقم واحد. في عندي 0 و 9, مين الاصغر؟ برافو عليكم, الزيرو هو الأصغر, يبقى ناخد الزيرو الأول وبعدين الناين وبعدين 35, لأن أخد بعد كده عندي تلات أعداد فيهم تنس ويونتس. باجي أقارن أو باجي أرتب دايما ببص للخانة الأكبر, عندي 40 وعندي 30 وعندي 30 وعندي 50 وعندي 80, ها أخد 35 بعدها اخد 40 وبعدين اخد 53 واخر واحدة عندي هتبقى 80. قارنت بايه؟ قارنت بالتنس, هنا 30 هنا 40 هنا 50 وهنا 80, كده احنا ماشيين من الصغير للكبير. What's a suitable sign less than equal or greater than 31 13. 31 is greater than 13. طيب ممكن الطالب يتلخبط في ايه هنا, يقول الارقام زي بعض اهي, المفروض احط equal, هنا في 31 وهنا في 31, يبقى نحط الايكوال دي. لا طبعا, انا لما بقارن او بعمل compare اول حاجة بعملها بعد ارقام العدد. انا عندي هنا العدد ده مكون من رقمين وعندي العدد ده مكون من رقمين, طالما هما الاثنين مكونين من رقمين على طول بروح لاكبر خانة عندي اللي هي موجودة عندي التنس هنا. التنس هنا فيها 3 اللي هي 30 والتنس هنا فيها 1 اللي هو 10. مين اكبر, 30 ولا 10؟ 3 ولا 1؟ اللي 3 طبعا اكبر اللي في التنس, اللي 3 في التنس اكبر من 1 اللي في التنس, وبالتالي 31 greater than 30. 39 and letters يعني مكتوبة بالحروف. 40 39 is less than 40. 39 لو كتبناها بالديجيتس هنلاقي ال 39 فيها 3 في التنس وهنا 4 في التنس, ال 4 أكبر من ال 3. After that 17 70. لازم ناخد بالنا من النطق, الأولاني ده 17 التاني 70. 70 is greater than 17 because 70 have 7 in tens place, but here we have 1 in tens place. 3 tens, which means 30, 9 units. 9 in units equals 9, but 3 in tens equals 30. Of course, 30 is greater than 9. طبعا 3 tens اللي هي 30 اللي هي 30 أكبر بكتير من 9 units اللي هي 9 بس. ال 30 مكونة من رقمين, 9 من رقم واحد, يبقى 30 أكبر من 9. Sarah had 40 pounds and her father gave her 20 pounds. How much money does Sarah have now? Sarah كان معاها 40 جنيه, باباها gave her يعني اداها 20 pounds, اداها 20 جنيه, وبيسألني يا ترى سارة دلوقتي بقى معاها كام؟ هي كان معاها 40 وبابا اداها 20. كلمة give her معناها plus, add يعني هنزود, هي كان معاها مبلغ وهنزود عليه مبلغ تاني. 40 plus 20 0 in units plus 0 in units equals 0 in units, 4 in tens plus 2 in tens equals 6 in tens. So Sarah now has 60 pounds. The last question, write in letters. اكتب بالحروف. 24 24. Excellent. 15 15.
63. Many thanks, my dear students. See you next lesson, inshallah, with my best wishes, Shema Saeed.